ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. البولت عندنا من خير مزارعنا في متناول الجميع، ولكن الطريقه اللي احنا هنسوي بيها السمك البولت النهارده سمك صياديه، هنشوف نعمله مع حضراتكم ازاي. واعتقد ان السمكه دي الستات المصريه شطار في عمايلها، وخاصه في الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من ماسبيرو. مقادير الاكل على الشاشه: سمك بولت 3 في الكيلو، 4 في الكيلو، يعني المهم يكون حسب عدد افراد الاسره. معانا بصل وطماطم وشويه حب انك داخله تعملي اكله سمك في البيت. اهم حاجه تشتري السمك من حلقه السمك، لطيف وجميل ومتنظف. هنبص على السمكه مع بعض ونشوفها ازاي تكون خاليه من عرق الزفاره. بتقول ايه يا شيف؟ عرق الزفاره اللي هو محصور ما بين سلسله السمكه وبطنها. مخرجنا الجميل شوف السمكه ونظافتها وحلاوتها، شمعه فله منوره اهي. سمكه بيضه من جوه، لونها جميل، بيدي على الاحمرار الجميل الحلو، عيونها بتقول انا طازه. السمك البولت ازاي نعمله صياديه؟ هناخد السمك البولت ده يا عم الشيف مع طاسه شديده الحراره مع شويه بصل مع شويه طماطم، ونشوف ازاي نعمل صينيه سمك صياديه. وتسالي جوزك وقرايبك وحبايبك وضيوفه، بتحب السمك سبايسي؟ هتحط فلفل حار. مش بيحبوا سبايسي؟ ما تحطيش فلفل حار. ولكن انا دايما مع راس السمكه مش بحبها في الصواني، خاصه لو كانت بولتي. ليه يا عم الشيف؟ يعني بتبقى عامله زحمه على الفاضي، ما تيجوا نشيلها كده بالراحه. شفت انا شلت الراس ازاي؟ اهي، واحطها في شويه ميه بتغلي كده مع عود روزماري مع عود زعتر حلو. بصنع شويه شوربه عشان اعمل بيهم الايه؟ الرز، او اعمل بيهم الصياديه. اه، وانا واقف كده مكاني، ادي عود روزماري مع زعتر، بصلايه حلوه، اخدها كده اخدها منها نصين. انا بعلمك ازاي تطلعي طعم الاكل من اصابع ايدك العشره بدون مكسبات طعم. اهو، حل على النار، روس السمكه دي للسمكه كده، السمكه دي جاهزه. حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد الراس دي كمان. شيف بشيل الراس ازاي؟ اهو، باجي هنا كده واضرب سن السكينه اهو، بعيد عن الخياشيم، تطلع معايا كده زي الفل. اهي شفت ازاي؟ اهي الله. اهم حاجه ما تشيليش منها لحم، خلي بالك دي راس السمكه ملاش عوزه. بس للامانه انا بحب الفص اللحم اللي بيبقى محصور ما بين العين والخياشيم، اهو له مكان حلو كده. اهو ادي الراس اهي، بشيل دي كمان اهو بالراحه. اهو اهم حاجه ان انا اسلك الراس بالشكل ده كده، واخدها كده نفس القصه بحطها هنا. اهو تمام كده، انا اتخلصت من روس السمكه. على ما تاخد غلوه على النار، تعالوا نقطع السمك ده كده على 3 قطع. ممكن تحطيه سليم. تقطيعه السمكه اذا كانت بولت او بوري لها تكنيك، لها فنيات. بتضربي السكينه لغايه لما توصلي السلسله اللي هي دي كده، وبكلوه ايدك كده بتعملها كده. اهي نفس الموضوع كمان مره. اهو 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 كده خلصت. اهي ادي السمكه بتاعتنا اتقطعت بكل ايه بساطه وسهوله. حلو قوي كده، السمك جاهز نفس الطريقه كده. اهو حلو قوي. مش لازم حلقه السمك تقطع لك السمك، انصحك لتفاصيل كتيره. سمكك هتشتريه، الوزن هتلاقيه زي ما هو، نظفت انت السمك بايدك، غسلت السمك قبل ما تقطعيه، لان سمك زي ده ما ينفعش ان انا اغسله بعد التقطيع، السمك يتغسل برضو قبل التقطيع. اما بعد التقطيع الحلوه دي كده ما ينفعش ان انا احط عليه ميه. حلو الكلام. اهو نفس الطريقه، اوصل لظهر السمكه ابدا اضربها كده، مش لازم بايدك، بالمسن بتاع المطبخ، بسكينه تانية، بايدي الهون، انما تقطعها بالشكل ده حلو قوي. عندنا ديل السمكه، ظهر السمكه، وسط السمكه، راس السمكه فين؟ في قلب الحله. بتعمل ايه؟ بتستوي علشان تديني شويه طعم، تديني شوربه. الشوربه دي هاخدها واعمل منها حاجات كتيره، ممكن اعمل منها رز صياديه، ممكن اعمل منها الصياديه اللي انا عاملها دلوقتي. اه ممكن اعمل منها طواجن، ممكن اعمل منها شوربه سي فود، زي ما انا عايزه. اخدم عليها كده. اه شفت الشويه دول؟ هم دول. اه الطعم من ايدك، اه الابداع من ايدك، حلاوه الاكل وحلاوه المطبخ من ايدك. بصله، عود روزماري، ممكن تحط كرفس، ممكن تحط جزر، عندي شويه شوربه جاهزين. تعالوا نعمل مع بعض الصياديه بتاعتنا. زيت زيتون،
السمنة البلدي مش محببة مع السمك، المحبب مع السمك الزبدة وزيت الزيتون. خلي بالك دايما استخدامنا في السمك زبدة وزيت زيتون، أما السمنة البلدي مش مرغوب فيها قوي. دي زبدة، حلو، بنحط بصل مفروم، الله بالشكل ده كده. عايز أعمل تخديعة حلوة من البصل والطماطم، والطماطم من فضلك تكون طازة. حلو، السمك متقطع جاهز عندي، هاخد السمك ده زي ما هو كده، هعمل له تتبيله سريعه. ايه التتبيله السريعه بتاعتك يا شيف؟ فص ثوم، شويه بهارات حلوين كده، اهيئ السمكه. في طريقتين لعمل الصياديه، يا اما ني في ني، يا اما ان انا اخد السمك ده احمره شويه في شويه زيت، وبعد التحميره الحلوه دي احطه فين؟ في الطاسه. الاختيار ليك. هناخد البصلايه دي زي ما هي كده، جاي على بالي اقطعها جوليان شرايح واحطها معايا يا عم الشيف مع البصله الناعمه اللي في قلب الطاسه. تبان شخصيتها. بصل ناعم هيديني قوام للصلصه اللي هي الصياديه، بصل متقطع جوليان او شرايح هتبقى شخصيته مع الصياديه باين وزي الفل. في قلب البصله كده. حلو، يعني البطل بتاع الصياديه البصل. شوية فلفل حار، شوية فلفل رومي اختياري، فلفل ده حلو، تسألي ضيوفك وقرايبك وحبايبك اللي هياكلوا، بتحبوا الأكل سبايسي نحط سبايسي، حلو أوي. هنقلب دول مع بعض زي الفل. شوربة السمك بتغلى عندي، شفت الجو ده كده؟ بصلاية حلوة، ناعمة، لسه ما حطيتش توم، التوم لسه ما جاش وقته، ما جاش دوره، التحميرة دي حلوة، مكعبين الزبدة اللي أنا حاططهم يا أمي يا عروسة يا اللي لسه مبتدئة في المطبخ، بتقعدي تقلبي في البصلة ساعة على النار عشان تديكي وش، يعني تديكي لون وتفرحي بيها. تسرعي من الموضوع ده بإيه؟ معلقتين زبدة، مكعبين زبدة مع معلقة زيت، تطلع البصلاية معاكي بسرعة. هنقلب كده زي ما احنا شغالين، حلو قوي. نحط شوية البهارات بتوعنا على البصلاية، بهارات الصياديه، كمون، كزبره، بابريكا، كمون، كزبره، بابريكا، تاني كمون، كزبره، بابريكا، وملح وفلفل. بهارات عاديه، البهارات لو كترت في السمك بيضيع الطعم، ما بنعرفش السمك اذا كان قاروص ولا بولتي ولا شبار. كده البصلية جاهزه زي الفل. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ الله، زي ما انا شغال كده. تمام، هنتبل السمك ده ونحضره مع بعض كده زي الفل. فص ثوم، حلو قوي، عصرة ليمون حلوة، طالما قطعنا السمك على البلانشة يبقى فص ثوم، عصرة ليمون، شوية ملح حلوين، ونمسك السمك كده اهو. هي السمكة لوحدها تتاكل نية، شفت اللحم والبياض بتاعها؟ شوف بياض السمك يا شفي، شوف السمك البولت بتاعنا من خير مزارعنا اهو. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ السمكه تعرفها طازه ازاي؟ بالوان اللحم بتاعه، بالشكل ده كده. حلو الكلام، اللحم لونه مش متغير. يا فندم. فص ثوم، عصره ليمون، شفت البياض والحلاوه؟ السمك جاهز. هاخده زي ما هو كده. تمام يا عم الشيخ، عندنا عصير طماطم، بناخد عصير الطماطم ده زي ما هو كده، اللهم صل على النبي، ننزل بهنا. الله، البولتي هيعوم جوه الصياديه دي اهو كمان. طب يا شيف مغازي، جوزي بيحب السمك البولتي او المشوي، ما بيحبوش صياديه لانه معاه مشكله مع الكولون، عنده مشكله مع الكولون وارتجاع المريء. معلقه سكر يا امي بتعالج الايه؟ مشاكل الكولون والحموضه بتاعه الطماطم. حطينا معلقه سكر ونقلبها، وكل ما تستخدمي طماطم طازه مفيش مشكله، اللي بيجيب الحموضه معجون الطماطم والتخزين وماده الحفظ،
فكل ما تستخدمي الحاجة طازة كل ما كان أحسن. السمك عندنا جاهز والصلصة جاهزة، بنجيب طاجن حلو زي ده كده أنا فرحان بيه. ودايما الصواني الطواجن الصيادية بتتحط في فخار. حلو الكلام. تبلنا الصيادية بتاعتنا، بناخد شوية شوربة من شوربة البلطي أهو ونحطها هنا كده. اللهم صل على النبي. حلو أوي. هنشرب الشوربة دي بعد السمك ما يستوي فيها، تاكل صوابعك وراها مع شوية رز حلوين. هناخد الصلصة الحلوة دي كده ونحط كده شوية. الله، إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ أه، سمك صيادية بطريقة سهلة وبسيطة. أه، ما فيهاش غلبة كتير. بصلاية مستوية، طماطم مستوية، ونرص السمك ده يا عم الشيف كده، يشيل دي من هنا عشان مخرجنا ما يزعلش مني ويرضى عني. نحط السمك كده، إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ دي للسمكة، دي للسمكة بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. أهو أهو، إيه الحلاوة دي للسمكة؟ أهم حاجة من دي للسمكة بتعرفي جنسية السمكة، بتعرفي اسم السمكة. خلي بالك بتعرفها إذا كانت بولتي ولا دينيس ولا شبار. أهو ده، هنحط ونغرق ونعوم البولتي في الصيادية وندخلها الفرن ونشوفها بعد ما تطلع من الفرن. هتاكل الصلصة دي مع شوية رز أبيض بألف هنا وشفا. أهم حاجة عندك الفرن يكون درجة حرارته عالية جدا، ما ينفعش الفرن يكون بارد، يعني يكون مسبقا أنت مجهزة ومحضرة الفرن يا ست الكل. أه، اللهم صل على النبي. دي الصلصة أهم حاجة الغلوة. عينيا أهي 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 زي الفل أهي أهي. أهو ده حلو. الله، جوه السمكة ده إبداع طهوي. السمك البلطي أو أي نوع سمك يا أمي ما تكتريش التوابل كتير، مش بتعملي شاورما ولا بتعملي فتة، تحط بقى عصير ليمون وحامض وملح الليمون خالص، هي رشة الكزبرة والكمون. هناخد الصينية دي زي ما هي كده، أهي خلي بالك دي سبايسي شوية، وندخلها الفرن. أخبار الأوبا، لا أنا هفرجك على صيادية حكاية بتتكلم مصري. اه، اللهم صل على النبي. الصياديه بتتكلم مصري. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ الله، حلو قوي. البصله والتومه والكرفس، بص عليها ودلعها بالله عليك، تستاهل. وهي طالعه من الفرن بتغلي كده، انا عارفه تجيب التفاصيل دي كده. غازلها غازلها، تديك حبها. ايه هي دي؟ الصيادية. حلو، يلا بينا نحمر الكفتة ونغرف جنبها شوية الرز الأبيض. دلوقتي حكاية رز أبيض عدل الكفتة دي. نعم، ممكن رز صيادية، بس يعني الصيادية أو صينية الصيادية يمشي معاها رز أبيض. السمك المقلي يمشي معاه رز صيادية، السمك المشوي يمشي معاه رز أبيض، وهكذا. يلا نغرف، وإيه رأيك؟